مشاهدي أسترولاب تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج أسترو سكايب. هذا البرنامج تعودتوا في كل مرة أنه يستضيف شخصية جديدة للحديث على خبر شغل الساحة السياسية في تونس أو حتى خارج تونس. اليوم الحدث من مصر، مصر والدعوة اللي وجهتها مجموعة من الشباب المصري ومكونات المجتمع المدني ما اسمته بحركة تمرد. الحديث أكثر على هل الدعوة هذه، حاضر معنا مباشرة عبر سكايب من مصر السيد حسام حبلص الناشط الشبابي المصري. حسام أهلا وسهلا بك على قناة أسترولاب تي في، شكرا أولا لقبولك الدعوة. ما فيش أي مشكلة، أهلا وسهلا بك وبالشعب التونسي كله وبالوطن العربي كله. أهلا وسهلا حسام. الحديث باش يكون في البداية على حركة تمرد. هذه الحركة سمعنا عليها كثير في تونس، لكن الكثير لا يعرف مازال كيف أنشئت هذه الحركة والدعوة هذه، كيف بدايتها أو ولادتها، وشنو الهدف منها وما هو الهدف من هذه الدعوة؟ بداية حركة التمرد كانت بدأت عموما يعني من أول التعدي اللي حصل علينا في اعتصام الاتحادية، أول اعتصام بعد جمعة الحساب. كنا احنا نزلنا جمعة الحساب جمعة الميت يوم، كنا طالبنا طبعا الرئيس محمد مرسي بالمطالب اللي هو كان وعد بيها، قال لنا ان احنا في خلال الميت يوم هحل مشاكل النظافة وهحل مشاكل الأمن وهحل وهحل وهحل. فاحنا نزلنا يوم جمعة الحساب بنطالب فين الحلول اللي حضرتك عملتها. فبدأت عدى علينا وعلى منصة التيار الشعبي وعلى منصة الشباب وعلى منصة عموما يعني الحركات الشبابية المناهضة لحكم الإخوان وكده. فبعد كده بدأت حركة التمرد، كانت فكرة وبعد كده الفكرة تشعبت، وعلى ما أظن دلوقتي تقريبا يعني مصر كلها دلوقتي هي متمردة. يعني حركة التمرد دلوقتي ما أصبحتش حركة مخصصة بالشباب أو مخصصة بالنشطاء أو مخصصة بالناس المسيسين، بل هي دلوقتي أصبحت مخصصة بالشعب المصري عموما. الشعب المصري عموما دلوقتي بيتمرد ضد الحكم الإخواني. حركة التمرد هي مش حركة مخصصة للشباب أو للمسيسين، هي دلوقتي الشعب المصري كله بيتمرد. احنا شفنا بائعة الذرة بيمضي تمرد، بياع البطاطا بيمضي تمرد، المكواكي بيمضي تمرد، عامل النظافة بيمضي تمرد، حتى فهو نجح في توحد الشعب المصري حوالين حركة أنزه ما يكون من المعارضة. يعني أنزه حاجة للمعارضة إن إحنا نعترض عليك بورقة مكتوب فيها اسمي ورقم بطاقتي ورقمي القومي وبقول أنا بتمرد عليك وبرفض حكم. طب تحدثت حسام على نجاح كبير وصدى واسع لهذه الدعوة، إلى حد هذه الساعات كم وصل عدد التوقيع على هذه الدعوة؟ احنا أعلننا في مؤتمر رسمي، قلنا احنا إن شاء الله بعد الحصر وطبعا بعد الاصوات الفاسده وبعد كده الارقام المتكرره وكده، وبعد ما عملنا الداتابيز وعملنا قاعده البيانات بتاعتنا، احنا ان شاء الله ان شاء الله احنا وصلنا ل 15 مليون متمرد. هذه الدعوه القت صدى كبير في الشارع المصري بين المساند والمعارض لهذه الدعوه. نحكي شويه على المساندين وكذلك خاصه على المعارضين، اللي الكثير من المصريين اكدوا انهم من الموالين لمرسي، كان ردات فعلهم ربما قوية بعض الشيء أو عنيفة بعض الشيء. حديث باختصار عن أهم ردود الأفعال اللي جات بعد هذه الدعوة. طبعا هي ردود الافعال عنيفه جدا. ايوه مع حضرتك، طبعا هي ردود الافعال عنيفه في منتهى العنف. طبعا احنا زي ما احنا شايفين في زفك للدماء في المنصوره، حصل عندنا هنا يوم الثلاث الاسبوع الماضي حصل اشتباكات عنيفه جدا بين جماعه الاخوان المسلمين، وطبعا احنا كشباب نشطة لان احنا كنا معارضين لحركه المحافظين. زي ما تقولي حضرتك كده محمد مرسي بيلفظ النظام بيلفظ انفاسه الاخيره، فبالطبيعي هيلجا للعنف، واحنا بكل الوسائل، كل الوسائل مفتوحه، كل السبل مفتوحه بس كلها سلميه. احنا مش هنستعمل العنف ولا عندنا اي نيه لاستعمال العنف.
يعني يومين ربما يفصلنا عن اليوم الحدث يوم 30 جوان. الموعد هذا ربما هذه الدعوة لها استعدادات كبيرة، ثم تحضيرات لهذه الدعوة لتنفيذ هذه الدعوة، استعدادات لحركة التمرد والقائمين عليها كذلك، استعدادات من أكيد من الجانب في الجانب الأمني. كملاحظ للأجواء غاديو كحاضر في ساحة الميدان، ما هي أهم الاستعدادات الأمنية لهذا اليوم وكذلك استعدادات حركة التمرد؟ احنا طبعا عرفنا طبيعي يعني ان الجيش نشر لتامين المنشات والاماكن الحيويه، وطبعا احنا شخصيا كشباب احنا هنحمي ممتلكاتنا، لان طبعا ممتلكات الدوله دي ممتلكاتنا احنا كشباب كمواطنين. احنا استعداداتنا احنا شبه ما بننامش، احنا عندنا النهارده مسابات، يعتبر احنا اطلقنا عليها اسم مسابات الحريه، مسابات منطلقه من جامع الفتح ومن السيده زينب، عندنا هنا في الغربيه المحله الكبيره طنطا، المنصوره، الزقازيق، طبعا خط بحري كله، اسكندريه، القائد ابراهيم. النهارده لاول مره الشعب المصري كله يتكاتف. الحديث مش يكون عن الجانب القانوني، يعني الحركه لقت نجاح كبير، لكن احترامها للجانب القانوني خاصة بعد طبعا انتم بعد هذه الحركة باش تتوجهوا للمحكمة الدستورية العليا لتسليمها التوقيعات اللي تم جمعتها الحركة ذي، وباش تطالبوا طبعا بسحب الشرعية من الرئيس محمد مرسي والإعلان على إجراءات على إجراء انتخابات رئاسية مبكرة. هل المحكمة الدستورية العليا عندها الصلاحية هذه؟ طبعا عندها الصلاحيه دي، وده كمان ده بما يخول لها الدستور اللي هو المفروض ان هم قعدوا سلقوه، يعني سلقوه بالمصري، ان هم قعدوا في يوم بليله خلصوه. يعني الدستور يخول المحكمه الدستوريه اذا وجد مستندات تصلح ان هي تسحب الثقه من الرئيس يسحب الثقه من الرئيس. بس احنا طبعا احنا بنطالب بالدعم الشعبي، احنا مش عايزين بس مجرد ورق، يعني احنا مش متوقفين مثلا على امضه وخلاص تروح تقعد في البيت، لا احنا عايزين حراك شعبي في الشارع، وفي نفس الوقت ضغط من المحكمه الدستوريه، وفي نفس الوقت ضغط من قوات الجيش، لان احنا للاسف احنا مش بنواجه شخص بشخصه. يعني مش حسني مبارك، حسني مبارك مثلا كان حواليه رجال اعمال مثلا ناس خايفه على فلوسها، انما احنا دلوقتي بنواجه جماعه دمويه من اول قتل النقراشي باشا لغايه الاغتيالات اللي احنا فيها دلوقتي، والتهديد بتصفيه النشطاء. احنا عارفين ان احنا بنواجه جماعه دمويه، سواء طبعا المشكله دي يعني سيطره الاخوان المسلمين مش موجوده عندنا في مصر كمان، انا عارف ان في تونس في معاناه من سيطره الاخوان المسلمين طبعا حركه النهضه، وفي معاناه في اليمن من الموضوع ده، وفي معاناه في سوريا. وطبعا احنا يعني احنا كده كده عارفين ان احنا مش بنواجه خصم هنقول له ارحل هيرحل، احنا بنواجه خصم دموي بيستبيح الدم وبيستبيح القتل باسم الدين. لكن بعد سحب الشرعيه من الرئيس محمد مرسي، ليس هناك خوف من الوقوع في فراغ سياسي؟ لا، هو سيناريو ما بعد 30/6 ده اللي احنا بنخطط له من دلوقتي. احنا ان شاء الله احنا في اجتماعات مستمره، احنا بنحاول ان احنا نوصل لسيناريو موحد لما بعد 30/6 نقدمه للشعب، لان كده كده الشعب منتظر البديل. احنا في كل المسابات، في كل الاجتماعات، في كل اللقاءات، كله بيسالنا البديل، ماذا بعد محمد مرسي؟ اذا رحل محمد مرسي، ماذا بعد محمد مرسي؟ ماذا بعد محمد مرسي؟ ده السؤال المطروح، وده السؤال اللي احنا دلوقتي بنعمل اجتماعات مكثفه ما بين كل المعارضين، يعني احنا ما بنستثنيش حد، يعني ما بنقولش مثلا فلول، ما بنقولش مثلا ده عميل للنظام السابق او ده تبع النظام السابق، لا احنا كشباب ما بنستثنيش حد. ما ننساش ان احنا كشباب احنا اللي بدانا حركه 25 يناير هنا في مصر 2011، واحنا اللي تصدرنا المشهد، وبعد كده جت جماعه الاخوان المسلمين همشتنا في 12 فبراير 2011 وعملت اجتماع مع عمر سليمان تحت رايه حسني مبارك، واتفقوا اتفاقيه والصفقه بتتنفذ دلوقتي، ووصلوا ان هم بقوا على راس الحق. فاحنا كده كده احنا ان شاء الله باذن الله، يعني اللي احنا بنحاول نوصل له ان ماذا بعد محمد مرسي، ان احنا ان شاء الله هنوصل لاتفاقية بين الأحزاب المعارضة وبين القيادات وبين النخبة وبين الشباب، إن احنا بعد محمد مرسي إن شاء الله هنعمل دستور
يعني ده السيناريو اللي بقوله لحضرتك ان احنا وصلنا له بس في الاجتماعات التنسيقيه، يعني احنا لسه ان شاء الله الاجتماع التنسيقي هنطلع بمرسوم ووثيقه هتتوزع وهتتنشر لكل الناس. في سؤال اخير سنختم به برنامجنا هذايا، نريد فقط ان نسال عن مدى تفاعلكم وتفاعل الشارع المصري مع الخطاب الاخير اللي القاه محمد مرسي. للاسف احباط فظيع، احنا جالنا حاله للاسف احباط، احنا كنا منتظرين ان هو حتى يخاطب المعارضه او يخاطب المحتجين في الشارع او الحراك الشعبي، وللاسف وصفنا بالبلطجه ووصفنا باعمال الشغب، مع ان احنا ما كناش احنا اللي بادئين الشغب، احنا هنا في الغربيه لما حصل التعدي علينا من جماعه الاخوان المسلمين كنا احنا بنتعامل بكل سلميه واقفين معتصمين، وفجاه جه التعدي علينا. احنا مش احنا البلطجيه، جماعه الاخوان المسلمين هم البلطجيه، مش احنا اللي شايلين سلاح ومش احنا اللي بنضرب نار، جماعه الاخوان المسلمين هم اللي بيضربوا نار. خطاب مرسي اثبت للشعب المصري ان احنا كشباب حركه تمرد وكشباب سويين كلامنا صح. مرسي فشل، الرئاسة فشلت، لابد من رحيل النظام الإخواني، لابد من رحيل محمد مرسي، لابد من رفع يد جماعة الإخوان المسلمين من على السلطة في مصر، لابد من تهميش جماعة الإخوان المسلمين. طيب حسام، شكرا لك على قبولك الدعوة مرة أخرى، أهلا وسهلا بك على قناة أسخولاب تي في. حسام حبلس الناشط الشبابي المصري، بالتوفيق لكم ولكل الشعب المصري، نتمنى لكم كما نتمنى لتونس نجاح ثورتكم. شكرا لك على مرة أخرى على قبولك الدعوة وإلى اللقاء. هكا تحياتي للشعب التونسي. اهلا وسهلا. هكا مشاهدينا نكون وصلنا لنهايه موعدنا من استخو سكايب لليوم، نلتقي مره جايه ان شاء الله في موعد جديد مع شخصيه جديده ومع ضيف جديد. من هنا الى تلك الساعات، هذه تحيه فتحيه حرابي وكامل فريق البرنامج، الى اللقاء.